السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتفقنا ان احنا كل يوم او اثنين ان شاء الله هنطلع نتكلم عن حاجة اسمها Common Usage Problems، اللي هي بعض الكلمات اللي احنا بنتلخبط فيها شوية، ممكن نكون عارفين مش عارفين معناها كويس، ممكن نكون في بينها تشابه في السبيلنج او في البرونسيشن فاحنا بنتلخبط فيهم. الكلام ده ان شاء الله هيكون زي ما اتفقنا كل يوم او اثنين حسب الظروف. يعني النهاردة هنتكلم عن ثلاث حاجات او ثلاث كلمات في بينهم تشابه لكن هم ما لهمش اي علاقه ببعض. اول كلمه اسمها accept، الثانيه اسمها accept، والثالثه اسمها expect. تمام. accept is a preposition. preposition يعني حرف جر. الحرف جر ده معناه ما عدا او الا. ممكن نقول مثلا everyone is happy except احمد، الناس كلها مبسوطه ما عدا احمد. مثلا the shop is open daily except Mondays، يعني المحل ده فاتح كل يوم ما عدا ايام الاثنين. دي اسمها accept. تاني واحدة اسمها accept، بس نلاحظ الفرق في البرونسيشن. accept الأولى اللي هي preposition، التانية اسمها accept وده verb يعني فعل. accept يعني يقبل أو يتقبل. نقول مثلا he accepted my invitation to my birthday مثلا، أو he did not accept the job offer، هو ما قبلش الجوب offer اللي تبعت له. الverb اسمه accept والpreposition اللي قبله كان اسمه accept. طيب الكلمة الثالثة اللي شبههم شوية بس فيها اختلاف واضح شوية عنهم اسمها expect. expect is also a verb، هي فعل بمعنى يتوقع. مثلا he expected me to visit him but شكرا يا مستر تامر. he expected me to visit him but I did not، هو توقع ان انا ازوره بس انا ما قدرتش. في حاجة مثلا نقول it is expected that الأهلي will win the African Champions League، احنا متوقع دايما الأهلي بيكسب الأفريكان Champions League. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن ثلاث حاجات عشان مش هطول عليكم، قلت الفيديو هيبقى دقيقة او دقيقتين بالكتير جدا يعني عشان ما تزهقوش مننا. اول حاجة كلمة accept اللي هي preposition. preposition يعني حرف جر. حرف الجر ده معناه ما عدا. تمام. everyone is happy except احمد، كل الناس مبسوطة ما عدا احمد. الثانية الكلمة الثانية اسمها accept. accept يعني يتقبل أو يقبل. he accepted my invitation، he accepted the job offer، وده طبعا قلنا أنه verb فعل. الثالثة اسمها expect وده برضو verb. expect يعني يتوقع. he expected me to visit him، مثلا I expected my son to get the full mark كده. مش هطول عليكم النهاردة كده تمام، عشان يعني الموضوع هو أصلا بسيط خالص، فعشان كمان يبقى مستمر وما تبقاش تزهقوا مننا. فشكرا، السلام عليكم.